السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع صحابكم. شتو شي يكون خاوي، ديروا الكيت وطفوا الضو. مشينا. بزاف الناس اللي وقعت لهم شي تجارب مع العالم الاخر ولو بسيطه، ولكن ضروري ما كل واحد فينا غتكون طرات له شي حاجه. كاين اللي كيتيق وكاين اللي لا، كاين اللي كيربطها بالعالم الاخر نيشان، وكاين اللي كيبقى يقلب على شي حلول منطقيه. ما نكروش انه كاينين حالات نفسيه اللي خاصهم العلاج، ولكن في الجانب الاخر كاين الحالات اللي بصح تعرضوا للمس. سميتي عادي، وهاد القصة اللي غنعاود لكم طرات لي ملي كانت عندي 28 عام. كنت عايش بوحدي، الوالد ديالي توفى ملي كنت صغير، وحتى الوالدة من موراها بعامين توفات. اللي مات والديا جات لعندي عمتي وداتني لعندها لدارها هي وراجلها وولادها، كانوا ساكنين غير حدانا تقريبا. ولكن هاد الوضع ما طولش بزاف حيت بغاو يتحولوا لمدينة اخرى، وانا ما قدرتش نسمح في دار والديا، وقلت لهم صافي غنبقى عايش بوحدي. وداكشي اللي كان مشاو وخلاوني بوحدي في ديك الدار، ومن تماك تعلمت نتعايش مع داك الوضع الجديد. تعلمت نعول على راسي، في الماكله كنت كنقضي باش ما كان. عمتي مره كانت كتصيفط ليا شي فلوس باش نشري الا ناقصاني شي حاجه. المهم بقيت على داك الحال حتى قريت وكملت قرايتي وخدمت. كنت ديما كنحس براسي بوحدي وما عندي حتى شي واحد، وكنت ديما كنحس بوالديا معايا في الدار واخا هما ماتوا. ما كنتش خدام شي خدمه مريحه، وداكشي علاش فكرت باش ندير شي حاجه لراسي. واحد النهار جات لعندي عمتي وعطاتني واحد الرزمه وقالت لي هادو الحوايج ديال امك، خلاتهم لي قبل ما تموت، كان فيهم شي ذهب وشي فلوس، وقالت لي راه امناتني عليهم حتى تكبر عاد نعطيهم لك. فرحت بزاف، خصوصا انني كنت مضيق في ديك الوقيته. وقالت لي حتى الحانوت اللي خلى باك هاك هز سوارت ديالو. الوالد كان عنده واحد الحانوت صغير ما كان مخدمو في والو، وكان ديما سادو، وقررت انني ندير فيه محل ديال التليفونات حيت كان هذاك التخصص ديالي. في نفس الوقت غادي نصلحهم، وفي نفس الوقت غادي نبيع اللوازم ولا تليفونات لي جداد. وديك الفلوس اللي خلات لي الوالده والذهب نفعوني بزاف. واحد النهار وانا جالس خدام على راسي حتى جات عندي واحد الجاره ديالنا، وكانت عزيزه عليا بزاف حيت كانت كتهلا فيا، ومره كتجي تنقي لي الدار، كتقول لي انت راك في مقام ولدي، امك راه كانت صاحبتي. قلت لها جلسي خذي راحتك مرحبا بك. جلست وبقات كتشوف فيا وهي تقول لي انت ما ناويش تجمع راسك؟ حليت عيني وقلت لها كيفاش نجمع راسي؟ علاش مالي بنت لك كندير شي حاجه ماشي هي هذيك؟ قالت لي زعما واش ما ناويش تزوج؟ قلت لها انت عارفه اني ما عندي حد، ودابا مكافي غير مع راسي، واصلا راك عارفه هذا الوقت صعيب باش تلقاي شي وحده اللي تقبل عليا واللي تكون بنت الناس. هي بقات غير ساكته. قلت لها ياك ما دبرتي ليا في شي وحده؟ قالت لي اه كاينه واحد بنت الناس، والديها دراوش والله يعمر ليهم الدار، وراهم كانوا ساكنين في مكناس ويلا جاو لهنايا. قلت لها علاش زعما بدلوا المدينه؟ قالت لي الوالد ديالها كانت عنده خدمه تماك وحولوه لهنايا. دابا خلينا من كثرة الاسئله وقول لي اشنو بان لك. قلت لها كيفاش شنو بان لي؟ انا باقي ما شفت حتى البنت. قالت لي صافي نديك تشوفها. قلت لها فين؟ قالت لي بطبيعه الحال في دارهم، غادي نمشيو لعندها ونهضروا مع والديها وفي نفس الوقت تشوف البنت. لغد ليه لبست وقاديت الحالة ومشيت مع ديك الجارة اللي كانت سميتها الحسنية. مشينا لعند دوك الناس للدار. انا نيت ما بقيتش قادر نبقى بوحدي، ديما كنحاول نشغل راسي بالخدمة ونعيا بزاف باش غير رجع للدار نطيح والنعس بلا ما نبقى نفكر. دقينا وحلينا الباب واحد الراجل كيبان دريويش. قلت ليه السلام عليكم. قال لي ادخلوا مرحبا بكم. طلع هو قدامنا وحنا تابعينه. ديك الحسنيه كتعنق فيا وتبوس وكتقول لي انا فرحانه ليك. قلت لها خلي بعدا تيكمل هادشي على خير وبخير.
وقالت لي مالك ناقصك يد ولا رجل، فين غتلقى شي واحد في حالك. المهم طلعنا وريحنا، حطونا اتاي والحلوى وكاع داكشي اللي خصو يتحط. بقينا جالسين شويه وانا نغزا ديك الجاره اللي جات معايا، وقلت لها فينا هي البنت راه بغيت نشوفها. هي فرشاتني وقالت لي مالك مزروب، هضرات بالجهد قدام والديها. بواه فهم راسو وبدا كيعيط على البنت باش تجي. كانت سميتها سميره. ملي جات سميره بقيت غير حال فمي فيها. اش غنقول لكم، كانت زوينه بزاف. جلست حدانا وانا مازال كنشوف فيها، وهي تنطق ديك الحسنيه وقالت حنا جينا طالبين وراغبين في بنتكم لولدنا الا قبلتو علينا. ديك اللحظه وهي تنوض سميره ومشات رجعات للبيت. مات وتصرات وقالت لينا راه غير كيتحشم وصافي. بدينا كنهضروا ديك الهضره التقليديه ديال فين ساكن، فين غتعيشها، فاش خدام. ولكن من بين داك الكلام كامل سمعت واحد الحاجه اللي غريبه واللي تارت الفضول ديالي وخربقاتني في دماغي. ما قالت لباها واش تبغي نقول لهم دابا. ويسكت وقال لها لا ماشي دابا، خلي حتى نكون انا والولد الراس في الراس وغادي ندوي معاه. قلت ليه واش كاينه شي حاجه عمي؟ قال لي لا لا والو ولدي، انا غنمشي ندخل عند سميره نشوف الراي ديالها ورجع لعندكم. دخل لعندها وكنسمعو كيدوي معاها وكيقول لها نوضي واش كاين شي واحد كينعس في هاد الوقيته. وهي تغوت وقالت ليه صافي راني موافقه، غير خرج عليا وخليني ننعس. خرج وكيبان باللي مقلق وقال لي مبروك راها وافقات. بصراحه انا كنت فرحان حيت البنت كتبان بنت دارو ومن الفوق زوينه بزاف، ولكن في نفس الوقت كان ضارني راسي من ناحيه الهضره اللي سمعت ومن ناحيه البنت اللي ناعسه في هاد الوقيته. ما فهمتش علاش. قرينا الفاتحه وعطاني الوالد ديالها وعطاني باها النمره ديالها باش نبقى نتواصل انا وياها. نزلنا من عنده، شديت في حسنيه وقلت ليها واش فهمتي شي حاجه؟ قالت لي بحالي بحالك ولدي. قالت لي كيفاش البنت غادا تدخل تنعس وحنايا جايين نخطبوا فيها؟ قلت لها ما عرفتش، تقدر تكون عيانه بالشقه اولا ما نعساش البارح في الليل. غد لي صونيت لها في التليفون، قلت لها سميره. قالت لي اه شكون معايا؟ قلت لها ويلي علاش شكون معاك، انا اللي جيت البارح باش نخطب فيك. توترات وقالت لي اه نسيت ما ندخل النمره ديالك اسمح لي. شويه هكاك وحنا كنهضروا وي اذن المغرب والسيده تخلعات وقالت لي الاذان. قلت لها اه عرفت، وهي تقول لي صافي انا خصني نقطع. ما خلاتنيش نكمل هضرتي وقطعت عليا. ما فهمت والو، زعما تكون ملتزمه في الصلاه لهاد الدرجه. ما كاملاش جوج دقائق وهي تصوني ليا وقلت لها ياك لاباس علاش قطعتي؟ قالت لي راني بغيت نقول لك شي حاجه. قلت لها يلا هضري، انا اصلا ما فاهمش شحال من حاجه فيك. وهي تقول لي بصراحه انا كاين شي واحد معايا. في ديك اللحظه تصدمت، الوالده ديالي البارح كانت غتقول لكم هادشي ولكن الوالد ما بغاش، بغا هو اللي يهضر معاك في هادشي. قلت لها انا ما فهمت والو، اش هاد العائله هادي؟ كيفاش شي واحد معاك وفي نفس الوقت مخليني انا نجي نخطبك؟ واش كتسحبوا راسكم عايشين على برا ولا شنو؟ بدات كتغوت وقالت لي ما نسمحش لك تهضر على دارنا بحال هكا، انت اصلا راك ما فاهم والو. قلت لها ما بغيت نفهم حتى شي حاجه، شتي ديك الفاتحه اللي قريناها البارح؟ اعتبريها طلغات. قطعت عليها وانا معصب وكنقول مع راسي شنو هاد العائله هادي؟ واش هادو مراد ولا شنو؟ الا كان شي واحد في حياتها علاش معذبيني انا وجايبيني باش نخطب ليهم بنتو؟ سديت المحل ومشيت للدار والتليفون ما بغاش يحبس، كانت كتصوني وتعاود وانا في كل مره كنقطع عليها. نعست ديك الليله عادي. غد لي سمعت شي حد كيدق في الباب. ملي مشيت حليت لقيتها سميره وقلت لها باقي عندك الوجه اللي تجي لعندي؟ قالت لي واش تقدر تسد فمك وتخليني نهضر. دفعتني ودخلت لداخل. قلت لها واش عادي عندك تجي لعند شي واحد اللي ما مزوجش وعايش بوحدو؟ قالت لي خلي الباب محلول ما تسدوش، انا جيت غير نهضر معاك وغنمشي. بقيت كنشوف فيها وكنتسناها تهضر وقالت لي هذاك اللي قلت لك البارح راه معايا، راه ماشي من البشر. قلت لها واش كتنزي عليا؟ كيفاش ماشي من البشر؟ علاش منين هو؟ قالت لي بركه من الطنز، هادشي اللي كنعاود لك راه بصح. انا ملي كنت صغيره، ملي كنت صغيره وهو معايا كينعس ديما حدايا، وملي كنعاود الناس عليه حتى شي واحد ما كيتثق بيا من غير الوالد والوالده اللي عايشين معايا في الدار
وكيشوفوا داك الشي بعينيهم، كيشوفوا كيفاش كنتصرف وكيفاش كنهضر في الليل. شحال من مرة داوني عند بسيكولوج ولكن ما دار ليا والو، كيعطيني غير شي مهدئات باش نعس، ولكن مع الوقت كل شي بان عادي. انا عندي الجن العاشق وكان عاشقني ملي كنت صغيرة وبقي معايا حتى لدابا. انا سكت وما قدرت نقول والو، وهي خرجات ومشات في حالها. بصراحة حسيت براسي ما كان سواش ملي مشات، خصوصا انني بديت كنطنز عليها. ولكن بيني وبينكم شكون اللي غيتيق هاد الهضره؟ نزلت للخدمه نهار كامل وانا كنصوني عليها، ولكن ما كانتش كتجاوب. بقى بالي مشغول معاها حتى رجعت للدار في الليل، عاود صونيت لها وهي تجاوبني وقالت لي شنو باغي مازال. قلت لها واش نقدر نهضر معاك غير واحد دقيقه؟ قالت لي واخا هضر قول شنو كاين. ديك الدقيقه ولات ساعه، المهم بقينا كنهضروا وحاولت ما امكن نسيها بداكشي اللي قلت ليها. بدينا كنضحكوا بيناتنا وكنتفاهموا اكثر. انا كنت كنقول مع راسي راه هادشي غير كيتخيل ليها، ما كاين لا جن عاشق لا والو. وانا هكا كندوي معاها كنسمعها كتقرع شويه، كنسمع صوتها غلط ولا فشي شكل بحال الراجل، عاوتاني كترجع صوتها العادي وكان الصوت كيتقطع بزاف. بقينا سهرانين حتى ادن الفجر، عاوتاني ملي ادن وهي تخلع وقالت لي اقطع دابا. قلت لها لا ما غاديش نقطع، وحتى انت ما غاديش تقطعي. هي بحال كانت خايفه من شي حاجه. صوتها عاوتاني رجع غلاط شويه، كنسمعها كتغوت كتغوت بحر جهده، وانا كنقول لها سميره مالك شنو عندك؟ ولكن ما كانتش كتجاوب، كانت غير كتغوت وكدير شي اصوات اللي كيخلعوا. سمعت الوالده ديالها جات لعندها وكتقول لها ابنتي تهدني، وباها كيقرا عليها في القران شويه. وانا هكاك حتى تقطع التليفون، بقيت كنقول شنو هادشي كنسمع؟ واش زعما بصح يكون عندها الجن العاشق؟ الليل كامل وانا مستغرب وكنحاول نفكر في شي حل. غمضت عيني باش نعس شويه، كنسمع شي صوت حدا ودني كيقول لي بعد منا بعد منا، قالها ثلاثة المرات لدرجة انني فقت مخلوع وحسيت بقلبي مزير عليا. شعلت الضوء اللي حدايا وشربت الماء وبقيت كنقول اعوذ بالله من الشيطان الراجل. شويه وانا هكاك وهي طاحت التصويره ديال الوالد والوالده، كانت معلقه في الحيط وطاحت للارض وتهرسات. انا قفزت من بلاصتي وبقيت كنقول شنو هادشي كيطرى؟ ما نكذبش عليكم تخلعت، هادي اول مره غطرى معايا حاجه بحال هادي، شحال وانا عايش بوحدي. نطت في ديك الساعات وضيت وصليت، واخا كان شحال بيني وبين الصلاه. الغد لي غير فقت في الصباح مشيت لعندهم للدار، دقيت على باها قال لي مرحبا ولدي. قلت لي اسمح لي جيت بلا ما نعلمكم. قال لي لا ماشي مشكل الدار دارك. قلت لي عمي عاود لي شنو واقع، انا راني عرفت كل شيء. قال لي كيف ما كتشوف سميره بنت زوينه بزاف والف واحد يتمناها، ولكن اي واحد كيجي يخطبها ما كتدوش سيمانه حتى كيصوني لي وكيقول لي ما بقيتش باغي وكيفسخ الخطوبه. حنا عايشين مع هاد البنت معذبين، خايفين عليها، خايفين لا دير شي مصيبه في راسها. قال لي ديما في الليل كتفيقنا وهي كتغوت، وشحال مره كنسمعوها كتبكي وكتعذب غير بوحدها، وشحال مره لقيناها في الطواليط داخله وساده عليها وجالسه في الظلام. هادشي راه كيخلعنا بزاف. واحد النهار دخلنا عندها للبيت، تصورها ولدي شنو لقيناها تدير. كانت هازه جنويه من الكوزينه وكتقطع بها شعرها، كاع شعرها كان ملاوح فوق الفراش، وهي مقابله مع المرايه وكتضحك. مشيت لعندها بغيت نحيد لها داك الموس كانت غضربني به. ما خلينا فين ديناه، دينا عند بزاف ديال الاطباء ولكن ما نفعوا في والو. وبصراحه ما عمرني ما ديتها عند شي فقيه، واخا بزاف الناس كيقولوا لي بلي هادشي عنده علاقه بالجن، ولكن خفت حيت الاغلبيه ديالهم كينصبوا على الناس اولا نطيح في شي واحد اللي يزيد يغرقها اكثر. وفي ديك الساعه بدلنا العتبه ديال مكناس وجينا سكننا هنايا. هو كيهضر وانا غير ساكت وما عرفت ما نقول. قال لي شوف انت بنتي ليا ولد الناس، ما بغيت نخبي عليك والو، واخا تمشي دابا وتفسخ الخطوبه غادي نحتارمك. قلت لي لا انا واخا هادشي كامل اللي عاودتي لي انا باغيها وكنتمنى ديروني بحال ولدكم. قلت لي غادي نبقاو معاها حتى تعالج. قال لي ولكن هي ماشي مريضه. قلت لي زعما العلاج الروحاني؟ قال لي واخا ولدي اللي بان لي. بديت انا كنقلب كنصوني للناس اللي عندهم درايه بهذا الشيء وكيعالجوا الناس اللي بحال الحاله ديال سميره، ولكن ديما كانت الامور كتعكس.
وما فهمتش علاش. فيما كان صوني شي واحد كيوقع بيني وبينه شي مشكل، أو لما كيجاوبنيش كاع. دوك الأيام كنت مخربق، حتى الخدمة ديالي مبقيتش دايا فيها. واحد النهار وانا ناعس ويجيني داك الصوت عاوتاني في ودني، وبدا كيقول لي بعد منا. قلت لك بعد منا، حسيت بودني سخونه بزاف وغادا تطرطق. فقت وودني كانت كضرني بزاف وكانت كتصفر، وداك الصوت مازال في ودني وكيقول لي بعد منا. نط شحفان، كان حلقي ناشف. قلت غنوض الكوزينه نشرب شي حاجه، وانا غادي في الكولوار وعيني باقين مغمضين، حتى كتبان لي شي حاجه خرجت من الكوزينه ودخلت للطواليت. وقفت في بلاصتي، كنت كنقول شنو هادشي. بصراحه كنت خايف بزاف. شويه وانا نسمع شي حاجه طاحت في الكوزينه، ومشيت كنجري ودخلت. لقيت الثلاجه محلوله وكاع داكشي اللي فيها طايح للارض. شعلت الضو وانا مخلوع من الحاله اللي ولات فيها الكوزينه. ما فهمتش شنو واقع، راسي ضرني بزاف. بديت كنجمع في داكشي وكنرجعو للثلاجه، وشي حوايج رميتهم حيت كانوا قراعي ديال الزاج. بقيت كنفكر وكنقول واش هادشي عنده علاقة بسميرة. لا ما يمكنش، يمكنش يكون هادشي بصح. شوية وانا هكاك حتى كنسمع الماء مطلوق في الطواليت، بحال الا شي واحد لداخل تماك. دخلت للطواليت، حليت الباب وشعلت الضو، وبالفعل لقيت الروبيني مطلوق. سديته ومع جيت نخرج ويتسد عليا الباب وما بغاش يتحل. عييت من الدبز معاه والو. بقيت كنغوت، كنت كنسمع بحال شي صوت جاي من المراية. مع هزيت راسي جيت المراية ويبان لي واحد الراجل كان في شي شكل ما عمرني ما شفت في حاله. ما عندوش شعر وعندو حجبان غلاض اللي مغطي اللي على عينيه. انا بقيت واقف ومهور قدامه كنقول شي هادشي يا عباد الله. اللسان اللي غينطق وغيقرا القران ما بقاش عندي، بقيت قادر نقول والو، بقيت غير ساكت. شاف فيا واحد شوفات كيخلعو وقال لي بعد منا. عاود قالها ثلاثة المرات وهو يغبر وتحل الباب. انا قلبي كان غيسكت. خرجت من الطواليت كنجري وغادي قاصد البيت اللي كنت ناعس فيه، وهو يبان لي واحد المشك حل. كان واقف في الاخر ديال الكولوار في جهة البيت، بقى كيشوف فيا وهو يدخل البيت. مشيت كنجري موراه وكنقول المش شنو جابو لعندي للدار. دخلت البيت وبديت كنقلب عليه ولكن ما لقيتوش. شفت تحت الفراش ما بانش ليا، فهمتش منين جا هاد المش واصلا فين مشى. لا يمكن سميرة عادتني بالمرض اللي فيها. وليت حتى انا كنتوسوس، وليت كنشوف شي حوايج اللي ما كاينينش اصلا. تهدنا عادل، راه ما كاين والو من هاد الشي، راك غير ما نعش مزيان وصافي. شربت واحد الكينة ديال الراس وتكيت وقلت صافي خاصني نعس باش نرتاح. ما كاملاش حتى نص ساعة حتى بدا كيديني النعاس، وانا نسمع الباب ديال البلاكار كيتحل. مع حليت عيني وانا نتصدم، كان واحد العينين كيلمعو بحال العينين ديال المش، كانوا كيشوفوا فيا. شعلت الضوء بزربة اللي كان حدايا، ولكن البلاكار كان مسدود وكل شي كان عادي. خدمت القرآن في التليفون، ولكن ما كامل حتى 10 دقايق بدا الصوت كيتقطع وكيمشي ويجي، واخا ما كنتش فاهم مناش. شوية وانا نسمع صوت القرآن تبدل، ولا بالمقلوب ولا راجع باللور، مبقيت فاهم والو. لدرجة انني حبست الفيديو، طفيت داك التليفون، ولكن بقى راسي دارني. نط شعلتو وبديت كنقلب في الانترنت على الجن العاشق، وعرفت بلي يقدر يتلبس الرجال وحتى العيالات، وبلي كيتغدى على الدم والنجاسة ديالو، ويقدر كاع يمارس معاهم علاقات غير شرعية، والهدف ديالو هو يجرهم للفواحش والمحرمات. بقيت كنفكر وكنحاول نلقى شي حل. صافي هادشي طلع ليا في راسي، سيمانة كاملة وانا غير ساد عليا. حتى من سميرة مبقيتش كنصوني ليها، بغيت صافي نلقى شي حل. بقيت كنقلب على شي واحد اللي يكون روحاني ولا شي فقيه اللي يعاوني في هادشي واللي يكون عارف بيني وبين الله. واحد المرة وانا جالس في الدار حتى كنسمع الدقان بالجهد، نط كنجري باش نحل. كان واحد الدري ولد الحومة قال لي جري اعتقى عادل. قلت لي شنو واقع؟ قال لي راه المحل ديالك كيتحرق. تما كتصدمت، رجلي فشلو عليا. كيفاش المحل ديالي يتحرق؟ ميمكنش هادشي. مشيت وبالفعل لقيت الناس كيخويو في الماء وكيغوتو،
بدفات العافية وحليت المحل، لقيت قاع السلعة اللي لداخل ضاعت وما بقى عندي فيه والو. وش لهالدرجة؟ لهالدرجة ممكن يوصل الجن العاشق؟ ديك الساعة قلت ما بقيت خاسر والو وخاصني نكمل حتى الاخر. مشيت لواحد الجامع اللي كان بعيد علينا شوية، وبديت كنسول على شي واحد اللي كيفهم. السيد اللي كان خدام في الجامع قال لي كاين غير واحد اللي يقدر يعاونك. بقيت كنرغب فيه وكنقول ليه يعطيني النمرة ديالو. داك السيد اللي مشيت عنده كان سميتو مصطفى، وغير شفتو ارتحيت له. قلت ليه راه سمعت عليك بزاف الهضرة وجيت قاصدك باش تعاونني. قال لي الا كنت قادر نعاونك علاش لا ولدي. بديت كنعاود ليه على كاع داكشي اللي طرا لسميره، وحتى داكشي اللي كيطرا معايا في الدار. قال لي واخا غدا ان شاء الله من مورا الصلاه ديال المغرب نتلاقى ونمشي معاك لتماك. قال لي المهم غادي نطلب منك شي حوايج خاصك توجدهم ليا، واهم طلب طلب مني هو اننا كاملين نكونوا موضين، وسميره حتى هي تكون حاضره وتكون لابسه شي حاجه في راسها، يعني حجاب ولا دره. صونيت لباها اللي كان مخلوع وقال لي علاش ولدي سيمانه وحنا كنصوني ولك ما كتجاوبش ياك لاباس. مني ما باغيش البنت كان بامكانك تتصل وتقولها لي. قلت ليه وشكون اللي قالك انا ما باغياش؟ حتى غنجي وغنعاود لكم على كل شيء. مشيت وعاودت ليهم كاع داكشي اللي طرا معايا وعلى السيد اللي تلاقيت به. قال لي صافي غدا ان شاء الله نتلاقاو به. رجعت انا لداري، ما حليت الباب كنشم واحد الريحه خانزه بزاف، ريحه اللي كتخنق. وملي شعلت الضو تصدمت، لقيت داك المش الكحل كان ميت ومعلق في الباب ديال الطواليط. هنا الارض دارت بيا وقلبي كان غيسكت. مشيت هزيت داك القط ودرتو في واحد الخنشه، كان سخون بزاف بحال الا شعله فيه العافيه. بزربه لويت ديك الخنشه وسديتها مزيان وخرجتها على برا ولحتها، ولكن ديك الريحه اللي كانت في الدار كانت كتخنق. حليت كاع الشراجم باش تخرج ديك الريحه. دخلت الكوزينه كنوجد ما ناكل شويه حتى الضو بدا كيمشي ويجي، وبديت كنسمع داك الصوت في ودني عاوتاني كيقول لي بعد منا. كان الصوت غليظ وهاد المره قريب مني بزاف. راسي بدا كيحرقني والسخانه طلعت ليا، كنحس بالدوخه والضبابه طاحت ليا على عيني. جلست فوق الكرسي وشديت في راسي شويه وانا هكاك، حتى بان ليا شي واحد واقف عند الباب. الضو كان باقي كيمشي ويجي حتى تقطع في مره، وانا كنحس بشي واحد كيتمشى لجهتي كيقرب مني. ما قادرش حتى نوقف على رجليا، حسيت بشي يد تحطات عليا وكانت سخونه. قلبي بدا كيضرب بالشهد والنفس ديالي بزز باش كنطلعها، وتماك مبقيتش عاقل على راسي. حتى فقت ولقيت النهار طلع والتليفون كان كيصوني. ملي جيت نوض ما قدرتش، رجليا كانوا فاشلين عليا. بديت كنتفكر داكشي اللي طرا البارح. تصوروا معايا غادي كنحبوا على يديا ورجليا حتى وصلت لجهة التليفون. ملي قلبت لقيته داك السي مصطفى اللي اتفقنا معاه على اساس انه غيجي يعالج سميره. جاوبته وقال لي كيف ما اتفقنا في العشيه غنجي لعندكم. قلت لي واخا حنا نتعرضوا ليك ونجيبوك حتى للدار. عيطت لبات سميره وحتى هي، وقلت لهم اجيو لعندي. ملي جاو لقاوني في ديك الحاله تخلعوا عليا بزاف وبقاو معايا حتى وصلت العشيه. صيفط تبات سميره هو اللي تعرض للسي مصطفى، وبالفعل جابو للدار. جلس السي مصطفى في الصالون وقال لي فين هي عروستنا. كنت كنسمع صوت سميره اللي كتقول لي ما غاداش نخرج بعدو مني، شكون قال لكم جيبوا لي شي واحد؟ جرها باها وخرجها بالزز. بقات كتغوت من اللي شافته وقالت لي شنو جاي دير هنايا وعلاش جاي. باها كيقول لها سميره حشومه بنتي تقولي هذا الشيء. قال لي لا غير خليها على راحتها. قال لي راه اصلا ماشي هي اللي كتهضر معايا. كيفاش ماشي هي اللي كتهضر معاه؟ ما فهمتش، حسيت بيه بحال الا كيهضر مع شي واحد اخر من غير سميره. شويه حتى بدات كلها كترعد وعينيها تهزوا للفوق وبدات كدير شي اصوات في شي شكل. وناطت ليه، كانت باغا تطير عليه ولكن ما قدرتش توصل له، بحال الا شي حاجه كانت كتبعدها. ناض هو لعندها وحط يديه على راسها وبدا كيقرا شي حاجه في نفسه. هي كتزيد في الغوات ديالها وشدات له يده وباغا تحيدها من فوق راسها. تقريبا شي نص ساعه هو على داك الحال. بات سميره كان كيبكي ملي شاف بنته في ديك الحاله، وانا كنصبر فيه شويه حتى بانت ليا سميره تهدنات ورجعت لطبيعتها.
شفت فيه وقالت لي صافي أنا بخير، شكرا بزاف عدبناك معانا. في ما خطر لي شي حاجة في حال هكا غنعيط ليك. ما عرفتش علاش ما كنتش مرتاح لسميرة، جاتني في شي شكل. هو يقول لي يا عادل عطيني ديك القرعة د الماء اللي حداك. عطيتو القرعة د الماء ويقول لها هاكي شرب يا بنتي. قالت لي لا شكرا ما بغاش نشرب. قال لها لا خاصك ضروري تشربي باش هكا نتأكد باللي راك تشافيتي. قالت لي انا ما كنشربش من مورا شي واحد. قال لها هاد القرعة مازال جديدة وتا شي واحد ما شارب منها. يلا بدات كتشرب وهي بدات تغوت، كنحس بها بحال كتحرق من الداخل. طاحت في الارض وبدات كتركل وهو كيزيد يقرا عليها اكثر. بقات هكا كتغوت شويه حتى سخفات وغيبات. داك الشيخ مصطفى قال لنا بلي فعلا كان عندها الجن العاشق، ولكن راه ما ماتش وما تحرقش، راه غير نصارف عليها وصافي، ولكن راه ممكن في اي وقت يرجع. داكشي علاش خاصها تلتزم، تبقى تصلي الصلاه في وقتها وديما تقول الاذكار ديالها. وحتى انت ولدي الا كتابو تزوجتي بيها داكشي اللي خصك دير، وما تقربش منها الا ما كنتيش محصل راسك. ما كاملاش شي 3 شهور وحنا نتزوجو. الناس كاملين كانوا كيهضروا على قصتنا. ما نكرش باللي سميره كانت كدير شي فعايل اللي غراب وماشي عادي. بعض المرات كانت كتخوفني، ولكن لاحظت بلي هادشي كيطرى ليها غير ملي ما كتكونش مصليه، اولا ملي كتبعد شويه على الصلاه وعلى الاذكار ديالها. ولكن ملي كنبهها لهذا الشيء وكترجع لصلاتها الحمد لله ما كانت كتوقع لها حتى شي حاجه. وحتى لدابا انا مازال عايش معاها وعلى نفس الوضع، وكنحاول ما امكن نرد ليها البال. اما الولاد مازال ما جابش الله لحد الساعه، وكنتمنى يكون عندنا شي ولد. كنشكركم بزاف على حسن الاستماع. الخوت هنا كتسالي قصتنا كيف العاده، اللي عنده شي قصه في حالة دي يقدر يصيفطها ليا في انستغرام. نتلاقاو في القصة الجاية والسلام عليكم.